يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التداوي بالرقية هل هو نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه؟ نعم. التداوي بالرقية، نعم، هل هو نافع لجميع الأمراض فيقتصر الإنسان عليه؟ التداوي بالرقية نوع من أنواع العلاج، وهناك أدوية أنزلها الله، يعني خلقها الله، فيجمع المسلم بين الرقية وبين الأدوية، لا مانع من ذلك، ولا تنافي بينه، ولا يقتصر على الأدوية ويترك الرقية، أو يقتصر على الرقية ويترك الأدوية المباحة. نعم.